حاج عامر، الموضوع موضوع لجنة المسابقات وان انت تشرف وان انت تضع هذه المباريات في هذه التوقيتات بيتطلب امور كثيرة جدا، بيتطلب ايضا خبرة كبيرة جدا، وحضرتك واحد من اللي عملوا هذا الامر الحقيقة او اللي صنعوا هذا الامر. فالموضوع صعب جدا. احنا في بعض الاوقات هنا في قناة الأهلي وبننتقد حضرتك، بلاقي حضرتك بتكلمني تقول لي لا اسلام والله الوضع 1 2 3 واحنا مستنيين مثلا موافقة كذا من الناحية الثانية والملاعب كذا والامور كذا. الموضوع صعب مش سهل يا حاج عامر، فانا عايز اعيش بس وعايش جمهور النادي الأهلي في اللي بيحصل علشان نبقى فاهمين كلنا هي الدنيا بتبقى ماشية ازاي، كيف يمكن الترتيب لمباريات دوري عام. المباريات بتتلعب في توقيتات معينة، وكيف يمكن الترتيب أيضا لمباريات كأس مصر والرابطة في ظل هذه الظروف. عيشنا في اللي جاي يعني. الحقيقة الفترة اللي فاتت احنا أول حاجة كان هدف إن برجع تاني المواعيد الأصلية اللي احنا بتاعت الموسم. نعم. اللي هي من شهر 8 خلص شهر 6 زي العالم كله. ويمكن بعد الكورونا في بعض الأمور اتغيرت في دول كتير. يعني يمكن الموسم دوت من يومين 3 الرابطه الانجليزيه اعلنت على بدايه الموسم اللي جاي. ايوه. واعلنت ان لاول مره من 3 مواسم رجع الميعاد الطبيعي بتاع الدوري الانجليزي. يعني معنى كده ان الاتحاد الانجليزي ما كانش بيلعب في الميعاد الطبيعي بتاعه، المواعيد الطبيعيه بتاعته. صح. هو اعلنها ان الموسم اللي جاي هيبقى خلاص رجع للوضع الطبيعي. لان الكل من وقت الكورونا لما الدوري اتوقف حصل مشاكل في كل الدوريات. صحيح. يمكن الموسم ده حضرتك هتشوف دلوقتي برضو من الحاجات الملفته للنظر ان في اصابات كتير في لعيبه كتير هتلعب في كاس العالم. ده حقيقي. طبعا ده راجع ان لاول مره يبقى كاس العالم في وسط الموسم. فطبعا عمل مشكله في الدوريات الاوروبيه كلها. احنا طبيعي يا كابتن اسلام دايما افريقيا في وسط الموسم. عشان صحيح. كده بتعمل لنا مشاكل. فالاول مره ولا بقى فيه بطوله اوروبيه بتتعمل في الصيف. كاس العالم طول عمره بيتعمل في الصيف. صح. فحته ان كاس العالم يتعمل في وسط الموسم اضطرت الدول كلها بتضغط المباريات في الفتره بتاعت الموسم دوت. بدات مضغوطه جدا، فهتلاقي الاصابات بقت كتير جدا. صح. اخرهم ساديو ماني يعني ماني وبنزيما اهو مشكين فيه، في اصابات كتير موجوده، فكله ضغط المباريات عشان يعادل الحته بتاعت التوقف اللي هي من يوم 14 طبقا للاتحاد الدولي. تمام. الاتحاد الدولي نفسه المفروض انه بيدي 15 يوم قبل كاس العالم كاعداد. صحيح. لاول مره يبداها من يوم 14، يعني قبل كاس العالم ب6 ايام فقط، علشان بناء على طلب الاتحاد الاوروبي. نعم. عشان الدوريات الاوروبيه. فالامور كلها اتلخبطت عشان موسم واحد حصل فيه الكورونا كاس عالم في وسط الموسم. احنا بقى على طول عندنا افريقيا بتتعمل في يناير. المره الوحيده اللي اتعملت في الصيف كانت في مصر في 2019. يعني حضرتك بتقول لنا مقارنه ما بين يعني لمجرد سنه واحده بس العالم كله غير حاجات كتيره جدا علشان الكاس العالم هيتلعب في وسط الموسم، فما بال بقى ان احنا كل سنتين بنلعب كاس في وسط الموسم. ده احنا جينا في سنه كمان عملنا بطولتين افريقيا في سنه واحده. صح. عشان نقلب الموسم الزوجي الفردي عشان نبعد عن كاس العالم وبطوله اوروبا. صح. فاحنا عدى علينا فترات طبعا، فالحمد لله الموسم دوت لعبنا في كاس العالم وقت كاس العالم. والبرنامج اللي انا حطيته على ان احنا الموسم اللي جاي نبدا في شهر 8 يبقى خلاص رجعنا للميعاد الطبيعي بتاعنا زينا زي العالم كله، اللي هو 2023 24 يبدا في شهر 8 القادم، شهر اغسطس 23. يبقى احنا خلاص مشينا، فما يبقاش في مشاكل بقى في القيد واللعيبه اللي بتمشي في شهر 6. مظبوط. عشان العقد بتاعها ينتهي واحنا كنا بنقعد لغايه شهر 8. نعم. فكل الامور دي ان شاء الله ده اخر موسم ان شاء الله هيبقى فيه الكلام دوت. نبدا بقى الامر الطبيعي بتاعنا.